يا سلام على الزغاريت اتيمن كبتين ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباحكم مبروك ونهاركم مبروك البنات. كي صبحتوا لاباس؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. يلقاكم هذا الفيديو كلكم على احسن حال، تشاهدوه بكل حب بكل فرح، مرتاحين في عقولكم وقلوبكم. كما كنقول لكم دائما هذا هو الاهم، الانسان يكون مرتاح في قلبه وعقله في صحته. الحمد لله. كديرين؟ اش كتعاودوا؟ كلشي بخير، اموركم هانيه. مرحبا بكم، فيديو جديد، روتين جديد، نهار جديد ان شاء الله. مرحبا والف مرحبا. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تشجعوني بلايك والاشتراك والمشاهده الكامله حتى الاخر، وبالتعليق ديالكم الرائعه المحفزه اللي كتخليني دائما نكون معكم، نقلب على الجديد وعلى المحتوى الزوين اللي تستاهلوه، اللي غتستافدوا منه وتستمتعوا به. وشكرا لكم بزاف، يعطيكم الخير وصباحكم مبروك. صباح الخير والورد والياسمين والهنا والتيسير يا ربي العالمين، والله يسخر لكل واحد. صباح مبروك، نهار زوين ان شاء الله، نتمنوه يكون زوين، لانه كما كنقول دائما النهار كيبان من صباحه. والله يجعل لنا ايامنا كلها سعاده والهناء والتيسير لنا ولكم ولجميع المسلمين. مرحبا بكم، الف مرحبا. نبداو نهير ديالنا بالصلاه على النبي. دابا وجدت الفطور ديالنا كما كتشوفوا، غادي نفطروا ان شاء الله، وغادي ندير الغديوه ديالنا باللوبيه. هنايا غادي نفزقها، هاد اللقطه هذه صورتها البنات في الليل. دابا كننقي اللوبيه باش غادي نفزقها، غنخليها ليله كامله في الماء، وان شاء الله غادي تشوفوا معايا طريقه كيفاش غادي نطيبها. اللي الصراحه غادي تفاجئوا اليوم كيفاش غادي نطيب هاد اللوبيه معاكم. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو ان شاء الله، وكنتمنى تشجعوني بلايك والاشتراك والبارطاج مع الاهل والحباب فضلا منكم ليس امر. هنايا بعد ما نقيت اللوبيه ديالي غادي نغسلها مزيان وغنحطها في هاد الطاسه هادي، غنخليها كما قلت لكم ليله كامله في الماء. وان شاء الله دائما الاجتهاد ودائما الصبر كما قلت لكم، وغتشوفوا معايا كيفاش غادي نطيب هاد اللوبيه بالصبر كبير 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 اللي كطلب منا هاد المسائل هذه اللي كطرى لينا. غتشوفوا معايا لقطه بلقطه، لحظه بلحظه في الفيديو ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم وتستفدوا منه وتعلموا منه اللي غادي يفيدكم في حياتكم، خصوصا الصبر البنات. اليوم كنتمنى انكم تعلموا معايا الصبر ثم الصبر ثم الصبر. البنات اللي ربات البيوت اللي كيطرى لهم بحال هاد المسائل هادو اللي غتشوفوا معايا اليوم، واحد الحاجه اللي طرات ليا صراحه صعيبه بزاف بزاف، كطلب منا الصبر، واحد الموقف اللي لا احسد عليه كما كنقولوا. كنتمنى تكملوا معايا الفيديو حتى الاخر. اللوبيه ديالي ها هي دابا غطيتها الليل هذا كما قلت لكم، هاد اللقطه صورتها بالليل كما نتوما عارفين. حنا على فيديو كناخذوا اللقطه من هنا اللقطه من هنا، وكنجمعوا وكنمونطيو. كنتمنى تشجيع منكم بالاشتراك والبارطاج مع الاهل والحباب، شجعونا لانه هذا الدومين صعيب، غير هذا المونتاج صعيب انك تمونطي. خاص الوليدات ما يكونوش عندك حداك يسطعوك، خاص العائله ما يكونوش حداك، خاصك تكوني بوحدك ملي كتمونطي. الصراحه كيطلب الصبر ثم الصبر، والا ما صبرتيش وتغطي على قلبك وعلى خاطرك وتحزمتي نيت ديال بصح، ما غاديش تحملي
هاد الدومين هذا وهاد الموقف اللي غادي نشارك معكم اليوم. الا ما كنتيش لاله مولاتي صبارة وجادة وحارة ولاله مولاتي ما غاديش تحملي هاد الموقف اللي طرا معايا اليوم. علي هذا قلت لكم اليوم البنات اللي ما كيصبروش ما كنعممش، ماشي كلشي ما كيصبرش، كاينين العيالات كيصبروا لاي موقف طرا ليهم، لاي حاجة كطرا ليهم في حياتهم كيصبروا ليها وكيتحزموا ليها، كيقضيو باللي كاين. لهذا البنات اللي ما كيصبروش كنتمنى تستفدوا من هاد لا فيديو، تعلموا منه الصبر وتعلموا باللي كاين الايام اللي كتخلينا نطيحوا في بعض المواقف اللي ما احنا مولفين انهم يطراو معنا، كنضطروا اننا نتحملوا هذاك الموقف، نتصرفوا في البلاصه لانه خاصنا نتصرفوا، الا ما تصرفناش ماشي حاجه اللي غنقضيو بها، غادي نحصلوا غادي نبقاو بلاش اونبان كما طرا ليا اليوم. كون ما دركتش الموقف وتصرفت غنبقاو بلا غدا كما نتوما عارفين، المدرسه والخدمه خاص العائله يلقاو الغديوه ديالهم واجده. لكن كما قلت لكم النهار كيبان من صباحو، غتشوفوا معايا في هذا الفيديو بزاف ديال المواقف طرات ليا الذين احسدت عليهم. اول حاجه هاد البوطه اللي تقادات ليا الكبيره والصغيره، مول الحانوت اللي حدايا بعيد عليا كما كتشوفوا معايا دابا هزيت هاد العويدات ديال هاد الخاميه هادو، كنت درت خاميه زوينه ولكن خسرات صافي كشفات. كناخد هاد العويدات هادو ديال الصبره اللي كيبقاو ليا ديال الحرير باش كنخدم الرنده، هما هادو خديتهم شعلت العافيه هنايا في المجمر كندير العويدات اللي قلت لكم ديال الحرير، ها هما واحد العوده اخرى وديال الشطبه اللي قدامين حطيتهم هنا في السطح، خديتهم حتى هما هرستهم ضيبانيت بيهم. المهم كنضيباني وباللي كاين، المهم نتركوا الموقف توجد الغديوه في وقتها، لانه كما قلت لكم حتى مول الحانوت مسدود اللي حدايا بعادين عليا الاخرين، ما بقاتش الوقت، خاص الغدا يوجد في وقته. لهذا تصرفت كما قلت لكم دائما بعد المواقف كيخصنا اننا نفكروا في هذيك اللحظه، نتصرفوا في هذيك اللحظه باي حاجه كيف ما بغات تكون، المهم نقضيو باللي كاين، ندير الحاجه كما خصها يدار. كما كتشوفوا معايا دابا شعلت العافيه ودرت العويدات اللي قلت لكم، وكندير العويدات الاخرين كنبش من هنا ومن هنا في السطح اللي عندي شي عوده مخبيه كنجبدها وكملها وجملها عليا العجاج. كان نهار معجج ما خلاش ليا العافيه، شعلتها غير بالغدايد والحمد لله، كانت البوطه غتخليني بلا غدا والكوكوت حتى هي شويه ما ترتقات عليا، الله لطف جيت نسدها وخسرت لي هاد اليد ديالها شويه ما ترتقات عليا، الصراحه شي حاجه اللي خطيره بزاف، غير الله لطف وديبانيت راسي بهاد البنس هذا كما كتشوفوا معايا. الصراحه ملي كيتجمعوا علينا كيتجمعوا علينا في خطره، الله يحفظنا والله يلطف، الله يقدر خير لينا ويبعد علينا السوء يا رب العالمين، ويجعل لينا ايامنا كلها سعاده وافراح يا رب العالمين. صراحه بعد المواقف كتخلينا اننا نتحملوا كما قلت لكم ونصبروا ونزيدوا نصبروا باش نقضيو باللي كاين، باش ندركوا الموقف وما نخليوش عائلتنا بلاش كما درت اليوم، ما خليتهمش بلاش. ما شاء الله تبارك الله اللوبيا ديالها هي واجده طابت، واخا المعاناه اللي شفت عليها واخا هاد العدد اللي دوزت عليها لكن طابت ما شاء الله، والمذاق ديالها مختلف على اللي كنوجد دائما، عجبت العائله كلاوها وبغاو مازال نزيد ليهم ولكن تقادت ما شاء الله، اللهم بارك. كما كتشوفوا معايا المذاق ديال الطياب ديال العود دائما لا يعلى عليه، دائما عنده مذاق خاص لهذا الاكل اللي كيطيب على العواد، مذاق مختلف سبحان الله وتبارك الله ما شاء الله، اللهم ديمها نعمه وحفظها من الزوال، لانه كما كنقول لكم دائما نحمد الله ونشكره على نعمه الذي لا تعد لا تحصى. غير هاد البوطة هادي، غير هاد الكاس هذا، الماء، اي حاجة كيف ما بغات تكون في حياتنا هي نعمة من عند الله، نحمد الله ونشكره. امتى كنعرفوا بحق الحاجة الا خاصنا، الا فقدناها عاد كنعرفوا بقيمتها. مثلا الماء ملي كنصبنوا به، ملي كنغسلوا به السيارات، ملي كنسيقوا به الجرادي، كنخسروا الماء
الماء ملي كيتقطع عاد كنعرفو بالقيمة ديالو. كنبغيو غير قطرة، كنبغيو غير باش نغسلو يدينا ما كنلقاوهش. هذيك الساعات فاش كنعرفو بالقيمة ديال هذاك الماء، ديال هذاك النعمة اللي عطانا ربي. لهذا دائما نحمد الله ونشكروه ربي، يدوم علينا نعمه ويحفظها من الزوال يا رب العالمين. كنتمنى الفيديو يعجبكم. مازال ما سلاوش المواقف اللي قلت لكم الذي لا احسد عليهم، باقي الخير لقدام، باقي غادي تشوفوا معايا بزاف ديال المسائل غادي تستفدوا منهم، بالاخص الصبر. ثم الصبر اللي قلت لكم اليوم غادي تعلموه معايا البنات اللي ما صبارينش، اللي ما كيصبروش. ما كنهضرش على العيالات اللي كيصبروا، حتى كيدبروا كما كنقولوا. الصبر كيدبر في بعض الاحيان، في بعض المسائل الصبر كيدبر. هنايا بعد ما تغدينا ولله الحمد، العائله رجعوا للخدمه، مشاو الوليدات للمدرسه الحمد لله، درت القيلوله، ارتحيت شي شويه، وجيت لتما راه عاوتاني ديال المعنات والضيف الغفله اللي جاييني. الصراحه ما كنت عوال عليهم في هذا النهار. كما قلت لكم غتعلموا معايا الصبر ديال بصح كيتلقاو علينا في خطره واحده، في نهار واحد، وما نعرفوا ما نديرو، ولكن نكونوا محزمين، نكونوا صبارين، نعرفوا كيفاش نتصرفوا، ونعرفوا كيفاش نخرجوا راسنا في بعض المواقف اللي كيطلبوا منا اننا في هذيك اللحظه نفكروا نتصرفوا، ما نضيعوش الوقت نهائيا. كما قلت لكم بعد ما تغديت وارتحيت، جيت للروينه نحك الكوكوت اللي خسرها ليا المجمر كما كتشوفوا معايا. ولات حالتها حاله، نحكها مزيان قبل ما يلصق ليا فيها هاد الكحوليه هذه بزاف. هنايا طليتها بالصابون بلدي وخليتها تتلق شويه، وهنا خديت المعينات البيضين اللي عندي، رقدتهم في جافيل بوحدو لانه كيكون فيهم داك العرق ديال الكوزينه هكا والطياب، وهذا كيبقى ملصوق فيهم، خصوصا المعينات اللي ما كنستعملوش بزاف كيبقاو محطوطين غير هكاك في الكوزينه في البلاكار. خديتهم رقدتهم في جافيل بوحدو كما كتشوفوا معايا، غادي نحكهم هما المعينات الاخرين اللي غادي نوجد فيهم طبيصلات. كما قلت لكم جايين الضياف الغفله للعشاء، غادي نشارك معكم يقدر في الفيديو المقبل، اما الا جمعت كل شيء في هذا الفيديو غادي يجي طويل بزاف وغتملوا ان شاء الله. الا قدرت غنقسم لا فيديو على جوج، ونتمنى انكم تشاهدوا لا فيديوهات بجوج باش تستمتعوا وتاخذوا افكار والنصائح والمسائل اللي غتنفعكم في حياتكم. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، غادي نختم هنا. شكرا لكم على المشاهده، شكرا على التعليق الرائعه ديالكم وعلى كلامكم الزوين باش كتشجعوني دائما. كنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والحباب وتشجعوني بالمشاهده الكامله حتى الاخر. الله يعطيكم الخير وجزاكم الله خير. كنتمنى انكم كما قلت لكم خديتوا من هذا الفيديو شويه ديال الافكار اللي غتنفعكم، والصبر البنات اللي ما كيصبروا واش تعلموا تصبروا، لانه الحياه بلا الصبر راه ما كتنجحش. دائما كطلب منا نصبروا، خصوصا البنات اللي عندهم الوليدات، الله يكون في العون والعائله. كل واحد عالم بوحدو، كل واحد خاصك ديري ليه خاطرو، كل واحد خاصك ديري ليه داكشي اللي بغا. لهذا نتعلموا نصبروا، والله مع الصابرين. واخا بعد الخطرات كما كنقولوا الصبر كيدبر، لكن نحاولوا نضغطوا على راسنا نصبروا، لانها الحياه اللي كطلب منا اننا نصبروا. الا ما صبرناش ما غاديش نجح حياتنا، خصوصا كما قلت لكم مع العائله والوليدات بزاف ديال المسائل اللي جينا نهضروا عليهم. فيديو غادي يجي طويل كما قلت لكم ان شاء الله. كل مره غادي نهضر لكم على حاجه اللي غتنفعكم وغتستافدوا منها ان شاء الله. بعد المسائل قليل اللي كيجبدهم، قليل اللي كيهضر عليهم، غنحاول نهضر عليهم ان شاء الله اللي غتستافدوا منهم وغادي ينفعوكم في حياتكم. تسناو مني الكماله ديال هذا الفيديو ان شاء الله اللي فيه بزاف ما يتشاف ان شاء الله. تهلاو لي فرصكم.